السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخوي منير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على قضائه وقدره. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف يا شيخ منير، نحسبك من الصابرين المحتسبين الصالحين، فصبرا يا أخوي الغالي صبرا، فإن شاء الله لك موعد معها بإذن الله في الجنة إن شاء الله برحمة الله الواسعة. فأبشر، قد ذهبت، هذا اللي يعزي الإنسان، أنها ذهبت ليس لفلان أو فلان، ذهبت لأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وذهبت على إيمان، وذهبت على إيمان وعلى إسلام، فهذا والله مما يتعزى به الإنسان. الحمد لله ذهبت إن شاء الله على توحيد وعلى خير، فأصبر وصابر وأبشر لك إن شاء الله موعد في الجنة. ذكر الميت يعني يعذب ببكاء أهلي عليه، هي النياحة ورفع صوته بالبكاء، فولا ينفع الميت حزني وحزنك، لكن ينفعه الدعاء. نعم نحزن لفراق أحبابنا، ولكن الذي ينفعهم هو الدعاء، الذي ينفعهم هو الدعاء، فنكثر الدعاء لهم والصدقة عنهم وتلاوة القرآن بنياتهم وما يتيسر، ولا ننساهم من الدعاء، ونتفائل ونحسن الظن بالله بأن الله سيجمعنا به في جنات النعيم. الحمد لله على قضائه، الحمد لله على قدره، لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه. فإذا قلنا ذلك رحمنا الله وربط على قلوبنا وجمعنا وعوضنا عن هذه الدنيا بجمع عظيم في جنات النعيم، وبنى لنا برحمته الواسعة بيت الحمد في الجنة. فأحمد الله على كل حال، ولنا إن شاء الله لقاء بأحبابنا في الجنة، لنا لقاء إن شاء الله برحمة الله الواسعة، فإن الله عند حسن ظن عبده به. الحمد لله الحمد لله.